معنا الاخ عادل من مصر. استاذ عادل تفضل. ايوه استاذنا اتفضل. اهلا بيك، اتفضل بالسؤال. ايوه استاذ سامعك. اتفضل بالسؤال، سامعينك. ايوه بقى معاك يا استاذنا. تمام، اتفضل بالسؤال. عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. نحبك في الله انت ولشيخنا الفاضل. جزاك الله خير، تسلم والله. اتفضل بالسؤال. هو حضرتك السؤال في اثناء حي في اثناء الاذان صلاه الفجر بالذات، الفجر اذان الفجر. اي نعم. بنقول عند حي على الفلاح وحي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله. طب عند الصلاه خير من النوم، ماذا نقول؟ ده السؤال الاول يعني. تمام. طيب في سؤال تاني؟ هل في سؤال تاني يا استاذ؟ طيب مولانا، السؤال الاخ عن مساله يعني عند ترديد الاذان لما المؤذن في صلاه الفجر يقول الصلاه خير من النوم، ماذا نقول؟ الحديث يقول، ويعني يعني النص النبوي يقول في النبي عليه الصلاه والسلام: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول: الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. يعني حي على الصلاه، حي على الفلاح، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وبعد قد قام الصلاه نقول عفوا الصلاه خير من النوم، نقول ذلك او نقول كذلك صدق رسول الله، لان اللي قال هذا الكلام هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا يسمى التثويب. يسمى التثويب، الصلاه خير من النوم، هذا يسمى تثويب. وسن ان نردد مثل ما يقول المؤذن ادا واحد، وان نقول كذلك صدق رسول الله، نعم صدق رسول الله، الصلاه خير من النوم، نعم.